مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سر اولى طبخ. منورنا ومشرفنا ووجودكم معانا دايما هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده في حلقه جديده لذيذه جدا هنعمل فيها من وصفه من اكتر الوصفات اللي بحبها بجد وبتليق قوي لجمع كبير يعني، وهي الرز البخاري. ليه معزه خاصه في قلبي، نكهه الجزر كده مع كل حاجه. احنا مش حاطين له برتقال، احنا عاملينه المره دي من غير برتقال، هو انا كمان بحط له بشر برتقال بيديله طعم جميل. فالمهم يعني انه اكله جميله جدا ان شاء الله تعجبكم. عاملين معاه كوبيبه، كبه الارز يعني زي كوبيبه بس بالرز مش باللحمه، حتى محشيه لحمه بس من بره يعني مش برغل، رز وبطاطس. هتعجبكم جدا برضو، هي قريبه جدا من كفته البطاطس بس بنفس طريقه ما بنحشي الكوبيبه. وهنعمل موهيتو نعناع، وصفه جميله جدا 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 ومنعشه في الصيف اللي احنا فيه. يلا بينا نبدا. اول حاجه رز الفراخ والجزر اللي هو يعني ايه نسخه من نسخ الرز البخاري. عندنا فرخه قسمناها نصين، قصين بالطول كده زي بتاعه المطعم، وثلاث كوبايات من الرز البسمتي الابيض. عندنا ثلاث جزرات مبشورين، وثلاث بصلات مفرومين، اربع طماطمات مفرومين بالسكينه ومش في كبه يعني، اتنين فلفل اخضر حامي، كوبايه من الصلصه، الصلصه اللي هي السائله مش المعجون، لو المعجون طبعا هنحتاج اقل. وعندنا كمان اربع كوبايات من المرقه وسمنه، ومعلقه كبيره من بهارات الدجاج، معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من الكاري، ورشه من جوزه الطيب، وملح وفلفل اسود. يلا بينا نبدا شغل على طول. عندي اول حاجه انا بعمل هعمل خلطه اصلا ايه لذيذه كده. هنعمل دلوقتي تتبيله كده سريعه للفراخ. بصوا انا بعمل ايه، انا باخد الملح والفلفل الاسود وهي كده ايه على ناحيه الجلد، بديها رشه وعلى ناحيه الجلد برضو رشه فلفل، هاخد كل التوابل دي هخلطها في بولة، بهارات الفراخ والكاري والكركم، وعلى فكرة هو ممكن ما يتحطش فيه كاري، وهو على فكرة النهاردة يعني مش رز بخاري 100%، هو كده نسخة قريبة منه لكن هو بيبقى فيه بشر برتقان وبيبقى فيه توابل اكتر من كده بكتير. احنا النهاردة عاملين حاجة اخف شوية واسرع ومناسبة قوي للي عايز ينجز في الزنقة. خدنا التوابل خلطناها كلها، هعمل ايه دلوقتي؟ عايزة البس جوانتي، وعايزة اجيب حلة كبيرة احطها على النار تسخن، يلا بينا. انا حطيتها على اعلى حاجه عايزاها تسخن كويس، وهاجي هنا للفراخ. الخلطه اللي احنا خلطناها دي، احنا خلطنا كل التوابل ما عملناش اكتر من كده، هعمل بيها كده شايفين كأني غلفت الجلد. ده هيحصل ايه دلوقتي لما ننزل التوابل الفراخ دي في الفرن في الحلة اسفة، اللي هيحصل ان التوابل دي هتلزق فيها وتتشوح الفراخ والتوابل عليها. بايديكوا كده اضغطوا عشان تلزقوا فيها كل التوابل، وده بيدي لون تحفة للفراخ وبيدي طعم يجنن في التشويح. مهمة جدا خطوة التشويح اللي احنا هنعملها دلوقتي عشان هي هتدي الفراخ لون جميل جدا ومميز وهتديها طعم احلى واحلى. احنا تبلنا ناحية واحدة، طب الناحية التانية ايه ملهاش نصيب؟ لا ليها نصيب وكل حاجة، بس هنتبلها لما نحطه في الحلة على الناحية دي، هتبقى الناحية التانية مكشوفة قدامنا بدل ما نقعد نقلب ونعمل، فنقوم متبلينها. وممكن تعملوا ده من دلوقتي لو انتوا عايزين، بس الاريح طبعا انكم تعملوه ايه وهي في الحلة، يعني ممكن تقلبوا كده وتتبلوا برده مفيش مشكلة. يلا نتسلى عبال ما الحلة تسخن. رشة التوابل
برضو من جوه. بالشكل ده. وبرضو رشة الملح. والفلفل الاسود. ناس كتير دايما بتقول يعني هو احنا لما نرش عليها توابل كده ده هيفرق في طعمها، لازم تتبل وتبات ليه لو معرف؟ لا يا جماعة، بيفرق وبيفرق جدا كمان. فما تقلقوش خالص من الطريقة دي، واعتمدوها يعني لحاجات كتير، هتلاقوها لذيذة جدا. انا بصراحة حاجات كتير بتبلها بالمنظر ده، واحيانا اعمل الفراخ كده بالمنظر ده واسيبها ليلة. فالفراخ طبعا بتعرق ورطوبتها بتخلي التوابل دي تلزق عليها وتتبلها بشكل جميل جدا جدا جدا. طيب انا عندي هنا الحلة على النار، هعمل ايه؟ انا بحب احط خليط من الزيت والسمنة. ولاحظوا ان انا بحط مادة دهنية لكل حاجة، يعني بحط للفراخ وللرز ولكل حاجة. ادي شوية زيت، وادي نجيب معلقة او سباتشولا، معلقة احسن، شوية سمنة، ده كده لكل الأكلة مش للفراخ بس. ومستنيين الحلة بتاعتنا تسخن كويس عشان ننزل الفراخ. طيب في أي حاجة تانية نعملها؟ مفيش. نطلع فاصل بقى، نستنى الحلة تسخن كويس، ولما نرجع نبدأ نحمر الفراخ. مستنيكم. ورجعنا من الفاصل، والسمنة والحلة سخنوا تمام جدا. هناخد الفرخة القمر دي بقى، بصوا التوابل لازقة عليها ازاي من جوه ومن بره، اهو جوه وبره، وننزلها على ناحية الجلد. عايزة اقول حاجة، كنت مصورة فيديو في البيت، وناس قعدت، كنت فيديو فراخ يعني وصفة فراخ، ومنزليها على السوشيال ميديا، فناس كتير قعدت تقول لي انتي سايبة معرفش ايه الكبدة اللي في الورك، ودي بتزفر ودي بتعمل. بصوا يا جماعة، انا بس عايزة اتفق معاكم على حاجة، هو الواحد بيبقى دايما المرجع بتاعه ايه؟ تجربته. فانا شخصيا عمرها ما زفرت معايا ولا سببت لي اي مشكلة في الفراخ، فما بشيلهاش. يعني هي جزء من الفراخ ومش حاجة مش نظيفة، يعني هي جزء من لحم الفراخ. وعمرها ما حسيت ان هي سبب في ان الفراخ زفره او كده. وعمري يعني انا اصلا معروفه بالفراخ، يعني معروفه بوصفات الفراخ، ان انا احسن حد في عائلتنا كله مثلا تاكل منه فراخ. فحتى دايما يتريقوا عليا بيسموني ساره كوكو، علشان دايما اقول الكوكو جاهزه، الكوكو ما اعرفش ايه، دايما ما عنديش مشكله في الحته دي، ما بحسهاش بتزفر الفراخ. فلو حد طبعا حاسس ان هي بتزفر، وعلى فكره الحاجات دي اغلبها بتبقى نفسيه، يعني انا شفتها فهحس بريحه زفاره، لكن هي فعليا ما بتعملش ده. فطبعا اي حد مش مرتاح ليها يشيلها عادي جدا، لكن انا مش بشيلها لانها ما بتسببليش اي ازعاج، وما بتاثرليش على طعم الفراخ خالص. فدايما الواحد بيبقى المرجع بتاعه في الطبخ تجربته. حضرتك جربتي حاجه نجحت معاكي فتمام، وانا جربت حاجه نجحت معايا فتمام. فايه ما يعني ما تدقوش، خليكم في الطبخ كده زي ما تيجي. الله، اي 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 والله كنت عارفه، كنت عارفه اني هلبس طرحه بيضه علشان تتبقى اصفر. استنى يلا نبقى نغسلها بقى في الفصل، مش مشكله. الفراخ بتتشوح، وانا عايزه تاخد على كل ناحيه لون ذهبي كده مميز ولذيذ وجميل. فانا هسيبها براحتها ومعليه عليها النار وبنحمر. تعالوا كده لحد ما الفراخ تاخد اللون المظبوط. تعالوا نشوف الكوبيبه بتاعت الرز مقاديرها ايه. كوبيبه الرز مقاديرها 4 كوبايات رز مصري مسلوق. تنفع جدا الوصفه دي في الرز البايت، فلو عندكم رز بايت الوصفه دي مناسبه جدا ليه. عندنا 4 بطاطسات مسلوقين، وعندنا نشا هنضيف كميته على حسب ما نحتاجه، وممكن ما نحتاجوش خالص. عندنا معلقه صغيره من ال7 بهارات، ومعلقه صغيره من الكركم، وزيت للقلي، ولحمه متعصجه، اي عصاج لحمه عندكم. احنا بس حاطين له شويه بقدونس
زيادة عن الطبيعي بتاع العصاج اللي هو لحمة وبصل وبهارات لحمة وملح وفلفل اسود، ده الإضافة الوحيدة اللي في الموضوع. يلا بينا نشوف الفراخ أخبارها ايه. بصوا شايفين اللون، انا عايزه لون زياده عن كده شويه، فهسيبها تاني، هسيبها تاني وهاجي ابدا اشتغل في الكوبيبه. طيب الكوبيبه فيها عجينه رز بنضيفها على البطاطس، ازاي بنعمل عجينه الرز؟ بنضربه في الكبه، هي بالظبط نفس فكره البرغل اللي بنفرمه ونعمل بيه الغلاف الخارجي بتاع الكوبيبه، ولكن المره دي هنعملها برز، ووصفه لذيذه جدا لبواقي الرز وللناس اللي مش غاويه برغل، ما عندهاش برغل، ما بتعملهاش بالبرغل وبتنجح معاها، ايا كان بقى ايه الوضع اللي عند حضراتكم. يلا بينا نبدا نفرم الرز او نطحن الرز في الكبه، والوصفه دي كمان مناسبه جدا لاي رز عجن مني، لو انا بعمل رز وعجن مني ومش عايزه اقدمه لكن مش صعبان عليا ان انا ارميه، وصفه زي كده مناسبه جدا ليه، ونقدر نحشي بمليون حشوه. هديكوا افكار دلوقتي، نقدر نحشي جبن، نقدر نحشي فراخ، نقدر نحشي خضار مش لازم عصاج، نقدر نحشي بطاطس مهروسة، كل ده ينفع وهيديني نتيجة ممتازة وجميلة جدا. حطينا الرز وهنيجي دلوقتي نضربه في الكبة لحد ما ينعم معانا ويبقى زي العجينة. يلا تعالوا نقلب الفراخ، زمانها اخدت اللون الكافي، عايزين ندي لون كمان للناحية الثانية. ايوه بصوا لونها تحفة وزي ما انا عايزة بالظبط. هحط معاها او خلينا استنى لما نشيلها خالص، هنديها تحميره على الناحيه الثانيه، وبعد ما نديها تحميره على الناحيه الثانيه هنشيلها خالص من اللحمه. تعالوا اوريكم الرز بقى عامل ازاي، بقى عامل فعلا زي العجينه، وعايزه انعمها خالص يا جماعه. فعارفين عجينه البرغل بتاعه الكوبيبه بتبقى ناعمه ازاي، نفس الفكره بالظبط. بصوا خلاص ما عادش رز قوي، بقى حاجه كده عجينه لزجه، وده بالظبط اللي احنا عايزينه. انا هديله ضربتين كمان، عايزاه ينعم شويه كمان. زي الفل، هنبدا شغل بيها، بس عايزين نحضر طبق نطلع عليه الفراخ مؤقتا لحد ما نظبط بقيه الحاجات. ادي الطبق وادي الفراخ بقت زي الفل. تشويحة بس يا جماعة، هي طبعا لسه ما استوتش. اهي وهنيجي دلوقتي مكان الفراخ نحط البصل، وهنحط كمان
احسن نجيب سباتشولا بالمره. ادي البصل وادي الجزر معاه كمان، وادي كمان قرنين الفلفل زي ما هما سولين كده، وحدي الكلام ده رشة ملح، ورشة فلفل، وهقلب. يلا بينا. هسيب بقى كل الخضار يدبل على النار مع بعضه. عايزين نبدأ نشوف أطراف كده ايه ذهبي زيادة شوية. هسيبهم على النار واجي اشوف ايه الكوبيبة بتاعتي. محتاجين نشيل الحاجات الفاضية، ده اول حاجة، ومحتاجين نجيب بلبولة اللي هنعجن فيها الغلاف الخارجي اللي هنحشيه باللحمة المفرومة. بولة كبيرة هحط عليها الخليط اللي انا عملته اللي هو الرز اللي انا طحنته. انا ما حطيتش معاه اي حاجه تانية، لا حطيت البطاطس ولا اي حاجه، بس هي البطاطس المفروض تبقى مهروسه يا نور. ها يا جماعه، يعني ده مش هيحصل بس اوكي. نعم يعني يلا جهزوا الجوانتيات عشان انا في اخر واحد خلاص. يلا بينا هنشيل السكينة، تاخدوا بالكوا على ايديكوا دايما وانتوا بتتعاملوا مع سكينة الكبة. هنزل كل عجينة الرز. طبعا ما حدش يقول لي الرز معجن، ايوه احنا عايزينه معجن، احنا ضربناه اصلا في الكبة عشان يعجن، عشان هو عجينة فعلا. فالعجينة الخارجية دي لازم تبقى كده يا اما عمرها ما هتتشكل معانا. هحط بقية كمية الرز شايفين لزج ازاي؟ عايزين احنا المنظر ده بالظبط. وننزل كده الحقيقه، لو استخدمنا سباتشولا اجمد شويه هتبقى احسن، طلع علينا بسهوله اكتر. انجزت الجامده، انجزت. السباتشولات انواع على فكره، في بتبقى طريه بزياده، في متوسطه، في لا صلبه شويه، كل واحده بيبقى ليها استخدام وليها وقتها وغرض معين. مع الاستخدام طبعا بتعرفوا يعني ايه اللي هيريحكم اكتر في الحاجه دي. انا مش غاويه مثلا التراي قوي دول، بس في الحلويات بيبقوا حلوين قوي في التقليب وفي المزج للخليط، اي خليط بتعملوه. فزي ما قلت لكم كل حاجه وليها حاجه. انا لميت كل الرز اللي في الكبه، مش ههدر حاجه، وهاجي دلوقتي اكمل. هنكمل بايه؟ بالبطاطس. هاجي كده على جنب واحط البطاطس. عايزه ادي البطاطس هرسه مبدئيه بالشوكه. البطاطس زي الرز يا جماعه مهروسه تماما، وممكن بايديكم لو عايزين تساعدوا الاول. بالشكل ده هاخد كل وحدات البطاطس اساعد بس في هرسها كده الاول. طبعا لو حد بيعجن بايده على طول ونضيفه مفيش مشكله، طبعا مش لازم ابدا جوانتي. وانا كده تمام همشي كده بالشوكه اتاكد ان مفيش اي كتل. ومع العجن دلوقتي في كل حاجه مع بعضيها
كله هيظبط. بس قبل ما استعجل واعجن كل حاجه في بعضيها، انا عايزه احط كل مكوناتي عشان مره واحده. هنسيب دول هنا، ممكن نحتاجهم تاني مش عارفين لسه. هنحط التوابل، ادي السبع بهارات، والكركم، وهحط كمان شوية نشا قد كده، ايه، معلقتين كبار هيمسك لي العجينة. اقدر اضيف شوية زيت عشان اعرف اعجن كويس، واقدر اشتغل من غيره، وانا افضل ان انا اضيف الزيت. بس قبل ما نضيف الزيت وقبل كل الكلام ده، تعالوا نشوف اخبار البصل والخضار هنا ايه. هنلاقي ان البصل بدأ ياخد اللون الجولد اللي انا كنت مستنياه، ودبل كويس جدا. زي الفل قوي كده، بصوا. ولو انتوا بس معايا جوه الحله يعني، هتشوفوا ان في اطراف كتير بقى ايه اخده لون اغمق من كده. هاجي دلوقتي واحط الطماطم. هقلب هدي الطماطم وقتها تاخد برضو تشويحة، وارجع للحلة تاني. ولحد ما ده يحصل، تعالوا نحط الزيت للخليط ده عشان نبدأ نعجن. شوية زيت مش كتار، وهبدأ اعجن يا جماعة بايدي الخليط ده، اخليه كله متجانس تماما. يلا بينا. انا ما بحبش، او يعني الكبة مش احسن حاجة للبطاطس. ليه؟ البطاطس بتعمل عرق لزج كده لما بتضرب في الكبة، فيفضل انكم تعملوا كل حاجة في الكبة ما عدا البطاطس، تعملوها بايديكم زي ما انا عملت. لو عندكم الهراسة اللي بتهرسها او اللي بتنزلها مبشورة برضو تنفع، ما فيش مشكلة. يلا بينا هنبدأ بالمرة ملح وفلفل، عشان بقى ايه العجن يبقى مرة واحدة. هبدأ اعجن ونطلع فاصل. ادي ملح، وادي فلفل اسود، ونبدأ نعجن بايدينا. جيبوا من تحت كده ونهرسه بايديكم. لحد ما تلاقوا عجينة متجانسة تماما. طب جت معانا حتة بطاطس مش مهروسة، اهي خلاص هرسناها بايدينا. فالموضوع مش محتاج حتى توسخوا هراسة، الموضوع ممكن يتم بالايد عادي جدا. كده نفرك كويس قوي. لحد ما تبقى معانا عجينة متجانسة تماما. طيب افرض لقيتها بتلزق زيادة عن اللزوم، هحط شوية نشا من غير اي مشاكل. فالموضوع يا جماعة سهل وبسيط. لقيت حتة بطاطس مش راضية تتهرس، هطلعها، مش هخليها وسط الخليط، والدنيا بسيطة جدا وتخلص معانا في عجنتين تلاتة. وزي ما قلت لكم، لو لقيته ان ايه مثلا، يعني هنفترض ان هي بتلزق زيادة، هقوم مديها رشة نشا كده واعجن برشة النشا دي، هتظبط معايا جدا. وكده الطبقة الخارجية بتاعت كوبيبة الرز بالبطاطس بقت جاهزة، ونقدر نحشي بالعصاج او بعصاج فراخ او بخضار او باي حاجة احنا نحبها. هطلع فاصل صغير جدا، هكمل عجن الحبة الاخرانيين دول عبال ما انتوا ترجعوا لي. مستنياكم. ورجعنا من الفاصل. انا عملت ايه يا جماعه وانتم مش موجودين؟ انا حطيت الصلصه، فالصلصه خدت تشويحه مع البصل والطماطم والجزر، وبقى عندنا كده شويه حاجات بهاريز هتدينا شويه رز بخاري ما يستاهلش غير بقكم.
هنعمل ايه دلوقتي؟ فاكرين خلطة البهار اللي خلطتها في الاول؟ كلهم اهم هحطهم هنا وهديهم برضو تقليبة. لما البهارات بتاخد تشويحة مع الخضار الدنيا بتتظبط جدا، وانا قضيت الفاصل في ان انا بطلع بقعة الكاري والكركم من الطرحة وطلعت الحمد لله فمنصورين. ودي بقى معلومة ممكن نفيدكم بيها، اي بقعة يا جماعة بتحصل دلوقتي اهو لو اتعملت برضو دلوقتي اهو بتطلع. واحسن حاجتين بيطلعوا البقع في الدنيا صابون الايدين العادي خالص، الصابون ده فركوا بقع بيها، او صابون المواعين. الاثنين ما شاء الله يعني اثبتوا جداره في تطليع اي بقعه في الدنيا، بس لو هي لسه حاصله دلوقتي حالا فما تكسلوش وروحوا اعملوها. عملناها وغسلنا الطرحه، بصوا اهي البقعه كركم يعني اللي هو الاستحاله يطلع، وطلع اهو ما فيش مشكله. فقلت يعني بما انها معلومه مفيده اقول لكم عليها. بصوا ما فيش اي اثر ليها اهو، عشان عملناها بساعتها وعملناها بالصابون. فقلت معلومه مهمه لان انا عارفه ممكن حد طقم كامل يبوظ منه عشان حاجه بس نقطت فيها زعفران ولا كركم ولا حاجه. وايه انا ما بحبش بصراحه، بتضايق قوي لما حاجه تبوظ، يعني مش من الناس انا المهمله في لبسي او في حاجتي او في شنطي، لا بحافظ على حاجتي، فلما حاجه بتبوظ بتضايق قوي. فحطينا المرقه وهتغلي المرقه دلوقتي مع الكريم الجميل العظيم اللي موجود في الحله ده. انا هقفل اديها بس دقيقه تغلي وهقوم مسقطه الرز فيها. كان ممكن تشوحوا الرز مع الحاجات لو انتوا عايزين برضو، ما فيش مشكله ده اوبشن يعني، ولكن هو كده تمام جدا. لما نرجع الرز هنرجع الفراخ على الوش تكمل سوا معاه، وممكن الفراخ تتحط تحت والرز يبقى فوقها كمان، ده برضو اوبشن ما فيش مشكله. ف خلاص هتغلي، هي على وشك تغلي، هتغلي على طول لان المرقه دافيه، فالموضوع هيمشي معانا على طول. هزود بس لما احط الرز عشان اعرف ازود قد ايه. يا نور، نور بتقولي مش هنزود ميه، هنزود. الرز فعلا هيحتاج ميه اكتر من المرقه دي، ولكن انا مش عارفه انا محتاجه قد ايه بالظبط، فهستنى احط الرز والفراخ وبعد كده ازود. انا بقى ايه متخوفه من حاجه، متخوفه ان وقت الحلقه ما يسمحش ان احنا نسوي الرز ده، بس انا الحقيقه همشي كل خطواته معاكم، حتى لو ما لحقناش نسويه هتبقوا شفتوا الوصفه كامله، عشان انا ده اللي يهمني الحقيقه. انا عارفه ان اكيد حلو ان يبقى في الاكل محطوط اخر الوقت، بس لو حصل في حلقه ان الدنيا زنقت معانا في الوقت وده ما حصلش ما يجراش حاجه على الله يعني. بصوا بقى المرقه غليت، هنزل دلوقتي الرز، هظبط الملح، هزود مرقه سخنه طبعا، ميه قصدي سخنه، وهقلب. نقلب نقلب نقلب، هزود شوية مية كمان، لو حابين كمان ممكن تزودوا شوية سكر مفيش مشكلة. وهناخد الفروختين القمر اللي حمرناهم نحطهم على الوش، هيستووا طبعا وهيبقوا زي الفل وجمال. في ناس بتسلق الفراخ في المرقة تسويها خالص وبعد كده تحط الرز يستوي لوحده، عايزين تعملوا كده برضو ما فيش مشكله، بس انا شايفه ان كله مره واحده وننجز، مش محتاج يعني نزود خطوات على نفسنا ونقعد بقى نستنى الفراخ تستوي لوحدها والرز يستوي لوحدها، ما دام ينفع يستوي مع بعض ايه المشكله؟ هيقولوا لا يعني. انا هنزل كل عصاره الفراخ اللي نزلت منها في الطبق، طبعا دي البهاريز اللي فيها كل النكهه مش هسيب منها حاجه، وهغطي عليها. وبس ابتداء من دلوقتي سوى رز عادي خالص مش في اي مشاكل، والفراخ على الوش بتستوي مع الرز وبالبخار بتاعه. ندخل بقى على الكوبيبه، عايزين نعمل الكوبيبه او نشوف هي بتتعمل ازاي. خليني اجيب طبق او صينيه او اي حاجه. ماشي اهو، نحط عليه اللي هنعمله. هنعمل التالي يا حبايبي، النشا احنا خلاص مش محتاجينه، ظبطينا العجينه وكله تمام. عندي هنا حشوه العصاج، وعندي الخليط بتاع العجينه اللي هي الرز بالبطاطس. انا بحب اقلب العصاج كده، ونيجي هنا على الحشوه دي الخلطه الطبقه الخارجيه دي، هناخد حبه بايدينا كده هنكورهم، ونقوم عاملين فيهم ايه خرم كده، نرفع او نرق
فبقى عندنا بصوا جيب كده نحشي فيه. نيجي بالعصاج ننزل هنا، ما تحشوش خفيف قوي ولا قليل قوي، كمية مناسبة عشان كله يبقى تمام. بصوا بقى كده ايه العصاج جوه اهو، وبره البطاطس هاجي هلم الاطراف دي بالشكل ده واقفل واكور تاني. اقدر اعملها اسطوانية كده شوية، تأكدوا بس انكم قافلين كل الفتحات اهو، ونقدر نعملها مكورة اللي يعجبكم. انا هعملها ايه اهي كده، ممكن حد ايه يعمل لها بوس لو حابب، وحاجة اعمل لها بوس من الناحية التانية لو حابين، وتبقى بالشكل ده برضو، ده اوبشن اللي يعجبكم، ما عندناش مشاكل. يلا ادي واحدة، تعالوا نعمل واحدة كمان. عجينة، تعالوا نعمل بقى كذا شكل. ادي واحدة بوز، تعالوا نعمل واحدة كورة خالص، كورة اهي، وهاجي في النص اعمل نفس الجيب، هعمل مقاسات واشكال كمان، يعني هوريكم اشكال مختلفة ومقاسات مختلفة. بقى فيها نفس الجيب، هحط الحشوة جوه وهقفل، اقفل تماما، واجي اظبط الشكل تاني. في بقدونسية طلعت من العصاج شيلها، بقت ايه كورة اهي، كورة يا قمر. ادي شكل تاني، تعالوا نعمل مبططة زي القرص كده. هناخد برضو عجينة، ونعجنها ونعملها برضو كورة، ونعمل الجيب بتاعنا اللي في النص، ناخد الحشوة التمام، نقفل نقفل خالص، ونكور كوره كويس عشان تاخد شكل متساوي، واي شقوق فيها تتقفل اهي، بقت كورة. ممكن اسيبها كورة زي اختها، ممكن اقوم عاملة ايه اجي كده ابططها. انا بقى عايزة اقول لكم بحب ده اكتر شكل، المبطط، حسوا اسهلهم في الاكل. ايه يا نور؟ والله انتوا ادي شكل تالت. تعالوا نعمل اسطوانة، هناخد برضو العجينة، يلا هنعجن اخر واحدة ونطلع فاصل. ما انا هحطهم يتحمر. نعمل كده اهو صباع كده بس مقلبص شوية، وهنيجي نعمل فيه نفس الفتحة، نرق كده الجناب بصباعنا ونملى بالحشوة، ونجيب الأطراف نقفلها، ونعمل الشكل بتاعنا تاني اهو، نفس الأسطوانة اللي كنا عاملينها في الأول. كده وانا بقى بحب اعمل ايه في الاسطوانة، لو عملتها كده بحب اجي اقوم عاملة كده الجنب كده، وعاملة الجنب ده كده، فتبقى كأنها ايه يعني اطرافها انبوبة شوية اهو، ده شكل كمان. فبراحتكم، بصوا انا اديتكم كل الاشكال اهو، اختاروا بقى اهو الشكل اللي يناسبكم. بصوا بقى عندنا كام شكل، كل دي اشكال تنفع نشتغل بيها. الزيت ده سخن قوي، انا هشيله من على النار يهدى، وعندي هنا
الرز شغال تمام جدا وبيشرب ميته وزي الفل، وان شاء الله يعني يا لحق يستوي يا ما لحقش وعرفنا الطريقه. ودي طريقه الكبيبه، ودي طريقه الرز او عجينه الرز اللي عملناها. تقدروا بقى ترفعوا البوز ده زي ما انتوا عايزين، لو حسيتوا انه طويل قوي ممكن تشيلوا منه حته وتظبطوا كده شكله، مفيش مشكله خالص. الموضوع مرن جدا والعجينه بصراحه زي الفل. نقدر نعمل منها كميه كبيره ونشيلها في الفريزر برده مفيش اي مشكله، ونقدر نعمل منها اول باول لو احنا عايزين. طريقه جميله جدا للقضاء على بواقي الرز البايت اللي محدش راضي ياكلها. عايزه اقول لكم يعني ان انا مره اصلا كان باقي عندي رز بالشعريه وعملتها بيه وطلعت زي الفل كمان. فهي بصراحه وصفه مرنه قوي، بتلملي اي رز بايت محدش عايز ياكله او اي رز عجن مني. بتحصل طبعا، كلنا مهما كنا شاطرين بنغلط احيانا في الطبخ. فلو رز بات من حد او عجن من حد ممكن يظبطه بالطريقه دي ويطلع معاه تمام. لو رز حدق من حد ممكن يقوم ضايف له البطاطس وما يزودش ملح، فالملح يتظبط ويبقى كده ما رماش برده الرز وايه منعنا الهدر. دي كلها طرق واشكال. هنبدا بقى نقليها امتى؟ تعالوا نحطها في الزيت، نحطها في الزيت ونطلع فاصل. الزيت سخن قوي فانا شلته من على النار الصراحه. تعالوا كده نعمل تيست. بصوا سخن قوي فانا كويس ان انا شلته من على النار بالراحه. حاسبوا على ايديكم. وادي الاربع اشكال اللي عملناهم كلهم في الزيت. هرجع بقى ونسيبها تستوي وانتوا تطلعوا فاصل صغير جدا ترجعوا لي نكمل مع بعض، مستنيكم. رجعنا من الفاصل، والبطاطس او الكوبيبه اللي بالرز والبطاطس اللي قليناها طالعه قمر. انا عايزه اطلعها من الزيت. بصوا يا جماعه الحلاوه، ولا فكت ولا فتحت ولا شققت ولا اي حاجه، ولونها طالع تحفه. وهفتحها كمان من النص اوريها لكم. وادي الباقي كل الاشكال ظابطه، يعني ولا شكل، يعني ما فيش شكل مثلا فتح وشكل لا، كلهم مقفولين وكلهم تمام ما دام العجينه مظبوطه. اهم حاجه بس لما تلاقوها بتلزق بزياده تضيفوا شويه نشا يظبط لكم الدنيا وتاخدوا النتيجه اللي انتوا شايفينها دي. انا ما عملتش كتير طبعا عشان احنا عاملين قبل الهواء، قليلين قبل الهواء حبه. والرز البخاري برضو عايزين نلقي عليه نظره. هنبص كده هنلاقي ايه، الفراخ بتستوي. عايزه احاول كده ايه بالهداوه ادي تقليبه للرز من غير ما نعكش الدنيا. عايزة انزل المرقة دي تحت كده. بس كده بفتح فتحات المرقة تنزل فيها. ونشوف بقى ايه، معرفش هيلحق يكمل سواه ولا لا، هنشوف. عايزين بقى نشيل دي من على النار، من الزيت من على النار. بس كده ابعد بقى خلاص. شكرا. تعالوا بقى نعمل العصير العظيم اللي هنعمله. مفيش احلى من العصاير المنعشه في الصيف. هنعمل النهارده موهيتو النعناع. ايه موهيتو ده؟ ايه الاسامي الغريبه دي؟ ولا اي حاجه يا جماعه. صودا بيضه مع سيرب النعناع بالليمون من فيتراك، والمفضل هو ليا هذا الصيف، اكتر حاجه حبيتها في الصيف ده. واسفه ده سيرب النعناع بس مش ليمون ونعناع، احنا حاطين شرايح ليمون. تقدروا تستخدموا لنفس المشروب ده سيرب النعناع، وتقدروا تستخدموا سيرب الليمون بالنعناع، الاثنين ينفعوا والاثنين هيدوكوا طعم تحفه. حاطين ورق نعناع وحاطين شرايح ليمون وحاطين ثلج، وعايزين شفشق بقى عشان هنعمل شفشق محترم من العظمه دي. صغير، عايزه واحد اكبر. هنجيب الشفشق بتاعنا ويلا بينا. انا هحط ورق نعناع، او خليني احط شرايح ليمون الاول تحت، وهحط ورق النعناع و
وهحط شرايح ليمون تاني هحط شوية تلج شوية تلج محترمين كده مجروشين وهاجي عليهم واحط سيروب النعناع او سيروب ليمون من النعناع بيتراك عندها الاتنين تقدروا تستخدموا ده او ده يا وعدي وهنصب عليهم الصودا البيضة مش حابين صودا عايزين عصير ليمون مفيش مشكلة نوعوا بس ده بصراحة بالذات يا جماعة بعد أكلة سمك مش قادرة أقول لكم بيبقى رهيب إزاي بس كده حكولي على الحلاوة بقى شفشق ما يستاهلش غير بقكم يلا بينا وادي الشفشق القمر اللي عايز يتشرب حالا وعملناه بسيرب النعناع بالظبط عايز تقعد طول الليل بالظبط كده قاعد تتفرج على التلفزيون على افلام ايه افلام مهيفه فاهم وجنبك الشفشق ده وقاعد بس تشرب وممكن ممكن تاكل مع مانجا يعني تبقى كده الحياه جميله قوي اه بالظبط مش محتاج اكتر من كده يعني انت كده تبقى ايه الحياه بلغت منها يعني مبتغاها صح اه مانجا ومانجا يعني ومشروب يبرد على قلبي عايزين ايه تاني اه والله يلا بينا نختم تعالوا اوريكم الكبيبه من جوه دي اللي احنا عاملينها قبل الهوا عايزه اوريكم واحده من اللي احنا عاملينها دلوقتي عايزين سكينة يا سارة سكينة يلا تعالوا بصوا الجمال هعمل ايه نفتح انهي تعالوا نفتح المبططة اولا انتوا سامعين صوت الهشاشة جواها عامل ازاي يلا بينا بصوا الحلاوة طبقة العجينة ده اهم حاجة ده اهم حاجة في الموضوع واللحمة المفرومة جوه او العصاج العصاج ينفع يبقى عصاج فراخ ينفع يبقى جزر بالبسلة والبطاطس اي حاجة انتوا عايزينها ما تيجوا كده ندوق واحنا هنقعد نتفرج بس صحش بقى صحش الكلام ده مش طباخ السم بيدوق ولا ايه يبقى اللي يطبخ حاجات حلوة كده ما يدوقهش سخنة جدا هقول لكم على حاجة احلى من الكوبيب اللي بالبرغل بكتير لا تحفة تحفة جدا وعجبني قوي فكرة انها تنفع ببواقي رز مش عايزين نهدر حاجة رز عجن رز ملح وزاد رز بايت محدش راضي ياكله ينفع جدا يتعمل بيه الوصفة دي وجربه على ضمانتي هتشوفوا قد ايه حلوة تعالوا نحط اللي انا عاملاهم كل الاشكال اهي وادي واحده مفتوحه اهي انا مش هحط لكم دي بصراحه دي نصيبي وتعالوا نشوف كده الرز البخاري اخباره ايه استوى هنقدمه ما استواش مش هنقدمه احنا ايه هنا برنامج واقعي مش هنقدم رز ني يعني فلو ما استواش خلاص ما استواش ملحقش بسم الله الرحمن الرحيم بس هو الصراحه لحق تعالوا يلا هنقدمه ليه نصيب يتقدم انا عايزه اجيب طبق بس اطلع عليه الفرخه مؤقتا لحد ما ايه اقدم الرز
الرز فيه شويه سوائل لسه عايز يتشربها، بس هو مستوي، بيبان من منظر الرزايه على طول بنعرف هي مستويه ولا لا. فانا عايزه اقدمه لكم، فهعمل كده. انا عماله افكر اقدمه في ايه، مش عاجبني ده قوي. احنا كنت انا بقول لكم نقدم ده على طبق طولي علشان انا كنت عايزه ده من الرز. ماشي، ناخد البايركس، ممكن نقدمه في طبق بايركس. احنا مغلبين حالنا ليه؟ بايركس ما قصرش مع حد في حاجه. يلا الفرخه. بصوا يا جماعه، انا عايزه اقول لكم يعني ان انا لو اتكيت عليها شويه هتتقطع، فده ايه؟ دلاله ان هي مستويه. وطبعا في ناس بتحب تهري، ايه بصوا هتتقطع مني، في ناس بتحب تهري فراخها قوي، اللي عايز يهري عن كده يتفضل طبعا، ما فيش اي مشكله ما دام ده ذوقه عادي خالص، مش هيقول لا يعني. انا هدي تقليبه للرز مع بقيه المرقه اللي فاضله دي، الله هتخليك كده جوسي ومليان عصاره ورطب كده، وده بصراحة بيدي رز بخاري مفيش أحلى منه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا هقدم. بصوا الرز، عايزة أجيب باقي اللي موجود هنا. لو طبعا سيبناه على النار شويه هيبخر كل السائل ده وهيبقى ايه؟ اقل طراوه. براحتكم بقى، انا شايفه انه يعني ايه الوقت زنقني وهقدمه كده حلو برده، مش هيقول لا خالص، جميل قمر. هاجي بقى ارجع الفراخ على الوش، بس قبل ما ارجع الفراخ على الوش هديله شويه زبيب. اللي حابب زبيب يحط مكسرات براحته، هنا طعم الزبيب مع الحاجات المتحمره بيبقى تحفه. انا كمان في البيت عايزه اقول لكم بحط عليه بشر برتقان، بيخليه منتهى الروعه والجمال، وبحط له برده عصير، شويه عصير برتقان بيبقى تحفه. هاجي اخد الفراخ ارجعها على الوش، ادي واحده وادي التانيه، واعتقد استنى في شويه رز، مفيش احلى من كده. خلصنا ودي كده حلقتنا، تعالوا نقدم كل حاجه. ادي شفشق العصير القمر بتاعنا، معمول بسيرب الليمون والنعناع من بيتراك، ادي كبيبه البطاطس، وادي الرز البخاري. يا رب الحلقه تكون فادتكم وعجبتكم، واتمنى يا رب تجربوا وصفات النهارده، حقيقي وصفات جميله ومميزه ومنتهى اللذاذه، ومش فيش يعني فيها تعقيدات قوي، وتلم الوصفه دي تلم بواقي وتظبط لنا الدنيا وصحه وهنا يا رب. انا هقدم الدقوس، واحنا بنختم الدقوس دايما بيتقدم مع الوصفات اللي فيها رز الخليجيه وبيبقى جميل جدا، فانا هقدم دقوس عبال ما انتوا تشوفوا الاكل كده وحمدي بيصوره لكم. أشوفكم على خير، وبفكركم أن كل وصفاتنا النهاردة بتنزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصة بالقناة بي ان سي ايجيبت أو بي ان سي فود، وصفحة البرنامج سنة أولى طبخ مع الشيف سارة عبد السلام، ونفس الأكاونت على الانستجرام، وبنسعد جدا طبعا بمتابعتكم لينا. أشوفكم على خير بكرة الساعة 1 في حلقة جديدة من سنة أولى طبخ، مع السلامة. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.